It does. مسؤول بيت الأمن أخبار لرقم أصفر رقم 292 يسمع A yellow card has been issued for handler number 292 not listening to instructions. I'm going to go to the next one.
نشاهد الآن على أرض الميدان الأمهر سنة فئة الأبي. Witnessing in the arena right now are the yearling cults. كنا أعزائي يكتب العقد الأمور المشاركة في آخر الساعات هذا اليوم الأول من بطولة قطر الوطنية للجمال الدول العربية الأخيرة ما ننظر كما نشاهد نملأ الملعب للمشاركين للأمور السنة الواحدة في الفئات من الأمور في عمر السنة الواحدة وشاهد هذا المنطقة في قطر خلي مساحة خلي مساحة بين الأرض والآخر راح نشوف رقم كبير ما شاء الله من المنافسين في هذه الفئة بالأمر بالأمر واحدة ما شاء الله الملعب ممتلئ والميدان يحتضن هذه الفئة جميعا ما حققنا في صباح هذا اليوم في الأمور العربية الأصيلة تابع النظرة الأولية وأي نظرة للحكام في هذه الأثناء يأتون إلى نظرة ليتابعوا هذا ما سبق النظرة لا تكفي ولكن يأخذوا ونشاهد الحكام ينظرون شمالا ويمينا ونحن نكتب الكثير ما شاء الله ينتظرون أن يشاهدوا كل جمهور اللاعبين والتقييم وصعوبة التقييم والأداء الذي سوف يؤديه المهر أمام لجنة التقييم في الانفرادي هذا كله يعتمد عليه هذه الفئة الجميلة التي تحتوي على أعداد كبيرة من الجمهور الأصيلة وإياكم هذه الفئة التي تفقدها في أرض الميدان إن شاء الله وما عندك من جميع الألوان العربية الأصيلة يتفن من الأسهم إلى الأحمر إلى الأشقر إلى الأزرق كما تشاهد لوحة للجمال الجمال الجوهر العربي الأصيل من يعتقد اللبن الأحمر موجود والأصل موجود والأصل موجود والأدهم موجود حتى هذا كله يعني كل المأشر العلامات يأخذ الأدهم المصطفى للجوهر العربي الأصيل المتعارف والتقريبة الجسدية الرائعة التي يتميز بها الجوهر العربي الأصيل بغض النظر عن اللون ما لكن هنا نشاهد هذه اللوحة الجميلة أن المهور هي الأصل أمامكم تتنافس المراكز الخمس الأولى وهذا كله أيضا كيف يؤدي هذا المهور وتوقيعهم ما شاء الله عليهم لكن الحركة لوحدها 20 علامة وكثير وربما تتدخل علامة المراكز حتى في التعادل بعد الهوية العربية نذهب إلى علامة الحركة أهمية الحركة التعادل طبعا نذهب إلينا الحركة تعني تركيبة جسدية مهمة وصحيحة لذلك في التعادل بعد الهوية العربية نعود إلى علامة الحركة وننتظر خروج هذه الجمهور الجميلة من الميدان وإذا ببدء شهادة كل جميل من خلال استعراض أصالتي و
أمامكم أعزائي الفروج. الفروج الآن كما نشاهد ميدان بعض الأسرار ميدان. Arena, we have the first yearling called for class 6B. شاهد الآن على أرض الميدان هو الأمهر لفئة والأمور شاهدنا من خلال الحركة والحركة الأهمية كثيرة بالحركة إلى رشاقة إلى قوة إلى مسافة أكبر على الأرض. هذا كله إلى الحكم صناعة استطاع علامة الحركة. والآن نشاهد الوقفة الرأس هو تاج محاسن الجودة في الأصيل عندما تقول عربي أصيل لميزات كثيرة وكبيرة متعددة جبين من الفناص الرأس على الأذن. هذا كله في الرأس ولها متطلبات كثيرة. لاحظوا هذا كله في تحديد من أما الرقم من مع الرقبه ايضا طول الرقبه هذا كله ياخذ الحكم عندما يعطي علامه الرقبه. لاحظوا كل المواصفات كبيره هذا المواصفات الاصيله الرائعه. ينهي الآن في الميدان انتظار المهر التالي العرب. New yearling called 285. This do face a lot of details to consider in such a short amount of time. Honestly, don't enter in. Thank you.
حطيت على قانون 100% عندما تصل النتيجة لجمعية الجمعية سنحن إن شاء الله حضرتكم ونتابع هذا الموضوع. وأنا جاء أمر من خلال هذا الاختيار في هذه الحالة من علامة دونه وطاق مع الميدان ونستقبل waiting the results for calls 285. The results for Radia Jasmia, for the owner of the farm, are being translated. وصلتني الآن نتيجة المهر رقم 85 وادي الجاسمية. وادي الجاسمية من الأكواد الفقر ومن الأم جسر رب الجاسمية المالك والمحيي أيضا صراحة الجاسمية سكور نمبر 285 الهوية العربية واو 92.50 في وادي الجاسمية علامة مميزة ما شاء الله. Next call to go.
المهر 287 وفي الشريف للمالك الرباط الشريفية كالتالي التفصيلة 18.5 Results for Wafi Sharif, number 287 for the owner, Sharif Stud, are as follows. Type 18, 17.5, head and neck 18, 17, 18, 17, 17.5, body on top line 18, 17.5, 17 twice, legs 13.5, 15, 15.5, 14, 15, movement 15.5, 17 twice. 17, 18, 4, and percentage is نعود الآن إلى علامات المحكمة 88 كيلو أفتم وشكب وشكم السبب أما المحكمة والسيد محمد الحسري وقرد
المهر رقم 289 بوس الخور للمالك فيصل الهيدوسي كالتالي الفصيلة 18.5% 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
2 Ahwas Al Khor for the owner Abdullah Faisal. Al Haydus are as follows. For the type 18 and a half, 18, 18 and a half, 17 and a half, 18. Neck 18 and a half, 18, 18 and a half, 17 and a half, 18. Body and top line 18 and a half, 18 twice, 17 and a half, legs 15 twice, 15 and a half, 14 and a half, 15 and a half. Movement 18 and a half, 18, 18 and a half, 17 and a half, 18. Total score in percentage is 87.67. الآن تأجل فقط أننا هو من الأسفل أمكي مجدا ومجدما وقع مرحبا حسب المرور عن زيرو طيب سوية 18.5
المهر عتيق الإسرائيل للمالك المربط الأمار رقم 291 هي كالتالي الفصيلة 19-18-19-19 الرأس والعنق 18-18-18-18-19 العلوي 18 19.5 القوائم 15.5 الحركة 19.5 مرتين 15.5% 88.50 results for Atiq Isra with owner Al Ammar Stud numbered 292 as follows 19, 18, 18.5, 18, 19 the neck 18.5, 18, 18.5, 18, 19 body on top line 18 three times 17.5, 18 15.5, 15, 15.5, 15, 15.5 movement 19, 18.5, 18 twice 18.5 score and percentage is 88.6 next to go. والرقم 233 هذا الاسترياع مربط الاسرائيل على الدول العربية
المهر رقم 294 نادر الأشول للمالك عبد الله مبارك الدستر هي كالتالي تفاصيل 19-18.5 18-18.5 الرأس والعنق 18.5 18.5 الرأس والعنق 18.5 18.5 18.5 ثم الانسياب العلوي 17.5 18.5 17.5 مرتين القوائم 15 مرتين 15.5 15.5 الحركة 19 18 18 النتيجة هي 88 نقدر العشوة coming to Abdullah Mubarak Al-Dosari, number 294, results as follows. Type 19, 18.5, twice 18, 18.5, head and neck 18.5, 18, 19, 18.5, body and top line 17.5, 18 twice, 17.5 twice, 15 twice, 15.5, 15, 15.5, movement 19, 18.5, 18, 18. So for a percentage is 19.5, 18.5, 19.5, 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
91.67 تألق كثير الشباب وكثير العلامات تصدر لغاية الآن بسيد 91.67
نزل بانتظار نتيجة هارفادي الشرع رقم 297. Still waiting for the results for Fadi Asra, call number 297. They will be announced as soon as we have them. جزا المهر فادي الأسرع رقم 297 للمالك الزهانة هي كالتالي تفصيلة 18.5 مرات. Results for Fadi Asra, number 297. The owner is Anna Stead are as follows. 18.5 three times, 18.5, head and neck 18.5 twice, 19.18, 18.5, body on top line 17.5 twice, 18 three times, legs 18.5 three times, 14.5, 15.5, movement 18.5 three times, 19.5, total points in percentage 88.83.
السعودي على الهاتف من وزير السيد أمور في مربط السيد قطر المهر قياس العراق رقم 299 مالك مربط العراقية كالتالي الفصيلة 19 ونص 18 ونص الرأس والأنق 18 ونص ثلاث مرات 18 ونص جسم والانسيابة العلوي 17 ونص 15 مرتين الحركة 15.5 مرات النتيجة الإجمالية بالمئة هي 88.33 results for نياس البيرق 99 belong to البيرق stud are as follows 19.18.5 twice 18.18.5 head and neck 18.5 three times 18.18.5 body and top line 17, 18, 17.5, 15, 15.5, 15, 15, movement 18.5, five times. Total results in percentage 88.33.
محمود المساعد محمود المهر من 300 رقم مسح المهم المهيبة الريح في مربط الريح في نصيلة قطر سكور بارا عندك 5.5 نتيجة المهر رقم 301 صقر السفينات مالك محمد راشد الراني يكتري الفصيلة 19 ثلاث مرات 18-19 رأس والعنق 18.5 مرتين 19-18-19 والانسياب العلوي 19-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 
18.5 twice, 19, 18, 19. Second top line, 18, 17, 17.5, 18, 17.5, 18, 15.5, 14.5, 15.5, 14, 15.5. 19.5, 19.5, 19.5, 19. Total score and percentage is 69.67.
عودة على ما أتأل محققا من الآن سيبقى وهو العقيد في أحلى صيور في أحلى مطر نتائج نتيجة المهر رقم 303 شداد الخيسة للمالك خبر علي الهديفة هي كالتالي الفصيلة 18.5-19.5-16.5 الرأس والعنق 18.5-18.5-18.5 الحركة 19 مرتين 18.5 النتيجة الإجمالية بالمئة هي 88.19 results for Lisa number 303 winner Jabir Ali Al-Hadith are as follows type 16.5, 17.5, 19, 18, 18.5, head and neck, 18, 17.5, 18, 17.5, 18, body and top line, 15 times, 15 twice, 15.5, 15.5, movement, 15 twice, 18.5 twice, 19, total in percentage is 88.17. Then a all to go.
حسن بن تدار نتيجة المهر ناصر المارونة رقم 305 للمالك مربط المارونة. النتائج ما تصل إن شاء الله. Still waiting the results for Nasser Al-Maruna, lot number 305. They will be announced as soon as we have them. جواد ستة آخر الجياد ستة بانتظار نتيجتين اسم الإعلان عن الفائزين إن شاء الله. نمبر 306 جمال الخيسة owned by غانم مبارك الكواري was the last call for class 60. Still awaiting two results and announce the winners accordingly. This program is offered by point 15 final movement after the
نتيجة المهر رقم 304 كرار المهر المالك مربط الأعمار هي كالتالي الفصيلة 19.5 الحركة 19.5 نتيجة الإجمالية بالمئة هي 88. أما بالنسبة للمركز مركز 11 7th place for Qatar five positions for the champions of the yearling cults for class 60 as follows. In fifth place, we have Nasser Al Maruna. Congratulations. In fourth place, we have Shahab Al Israa. Third place goes to Salar Al Sina. Second place goes to Father Al Shaqab. And first place goes to Wadi Al Jasmiya. Alf Alf Mabruk. فائزين وملاكها. إذن أعزائي الحضور المركز الأول كشف النصيب المهر الرائع رقم 285 وادي الجاسمية. ألف مبروك لمزرعة الجاسمية الرائعة والمهر الجميل وادي الجاسمية الذي اختل بجماله واحتل المركز الأول المهر رقم 285. المركز الثاني كان المهرج الاخر الذي دخل بقوه وهو هدير الشقب بحرك الشقب او مساحه الشقب مبروك لمن شهد الشقب المركز الثاني وكان منافس بقوه المركز الثالث كان نصيب الرقم 101 وهو فقر الصفينات ونبارك السيد محمد راشد الفرحاني له من التقدير مالك الامور صقر الصفينات انتظر امهار يعني مش عارف ايش ما بيدخلوا نديهم ثلاث مرات الفائزين يفضلوا يدخلوا ارض الميدان للتتويج المركز الرابع كان النصيب رقم 293 وهو شهاب الإسريع نبارك ضيع الصد المبروك لمربط آل إسريع المرونة المبروك لمربط المرونة الرائع مبروك للفائزين الخمسة ننتظر دخول الأمهار الخمسة إلى أرض الميدان أعلن أنهم يدخلوا يتوجوا بمراكز توج الفائزين السيد بدر درويش مينستر الاتحاد الآسيوي وادي الجاسمية مهر رقم 85
انتظار بانتظار الأمهر دخول أرض الميدان. أبارك لكم المميز وأذكر أن أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث يستطيعون أن يسجلوا من اليوم ببطولة قطر الدولية أصحاب المراكز الأولى الأول والثالث وأيضا من بالنسبة إلى الأبطال ومنتخب المواليد البطولات والأبطال الخمسة والفايف يستطيع أيضا أن يسجلوا ببطولة قطر الدولية. كل شكر والتقدير لسعادة تدويشي المتوج أولا كل شكر لكم جميعا عبور من جمال بطولة وطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة أيضا وأكون وإياكم بدعم العشيرة بإذن الله نتابع فعاليات هذه البطولة الجميلة.